السلام عليكم، معكم اخت كريمه ولا هذه اول مره تزوروا القناه، ادعوكم للاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس ليصلكم من جديد يوميا ان شاء الله. اذا اليوم راح نحضروا مع بعض كيفيه تحضير حلوى رائعه، كنت سبقت عملتها العام اللي فات ولكن المشتركه تاعي طلبوها بطريقه اخرى، يعني في عود ندير زاز تاع السيترون وندير اللحظه، راح ندير مكونات اخرى. اذا بالنسبه للوصفه تاع نهار اليوم هي وصفه موسميه، وصفه بالليمون. اذا باش ندير هذه الحلوه هذه واش راح نحتاج؟ بسم الله، اولا هنا عندي نص كاس تاع السكر كريستاليزي، يعني السكر العادي ماشي رطب، عندي نص كاس تاع الزيت، وعندي نص كاس تاع عصير الليمون بدون اضافيات، يعني وحده بلا ماء. وهنا عندي 200 غرام تاع الزبده، خديت انايا نصف الصغير كامل، نستعمل هنا لابال. عندي هنايا ملعقه تاع خميره نواره، زوج حبات بيض حجم كبير. درنا بديل تاع القشور تاع الليمون كما نقول لهم، هنا راح نستعمل فلون نواره ذوق تاع الليمون. ما لقيتوش ذوق الليمون تقدروا تستغنوا على ذوق الليمون وديروا لافاني، لكن ضروري جدا انه نديروا في بلاصه الزاز تاع السيترون مع الحليب البودره، لانه كنت عملتها بالحليب البودره، لكن المره هذه راح نعملها بالفلون ذوق تاع الليمون، راح يعطي له ذوق ولا اروع. يعني نقصت من الكاس تاع السكر نورمالمون نعمروه، انا نقصت لانه ديجا الفلون راهو فيه السكر وبنين، ونحتاج كميه تاع الفرينه باش نلم بها العجينه. من بعد راح نعطيكم المقادير تاع السيرو اللي راح نديروا فيه هذه الحلوه، باش من الفوق نديروا لها لو سوك غلاسي ولا نديروا لها من الفوق الطليه بالشوكولا البيضاء. اذا نبداو على بركه الله. بسم الله، اول شيء كما عودتكم دائما انا نبدا بالزبده، حط 200 غرام تاع الزبده تكون على حراره الغرفه، ما ذوبوهاش، راح نذوبها باصابع اليد. راح نحط معاها كميه هذاك تاع السكر اللي هي نص كاس. نذكر باللي الكاس تاعي الكيل تاعو 240 مليلتر. نخلط مليح السكر مع الزبده، معش نضيف البيض، حنضيف الزيت، لانه ضروري جدا انه نذوب هذاك السكر ونعطيه قوام كريمي. نذوب مليح هاد المكونات، ثم نضيف عصير الليمون بدون اضافيات. بيان سور تكونوا صفيتوه مليح من الشوائب. نذوب مليح السكر تاعي مع باقي المكونات، على ما درتش البيض دركا باش البيض هذاك هو ما يهبطش، ونخليه هو اللي راح يحافظ على اللون تاعو، لانه ضروري جدا نخلوها هي مليحه كي تجي صفراء، وكذلك باش نقتلوا هذيك الرائحه تاع البيض، لانه البيض كي يتلاقى مع الزيت راح يطلق واحد الرائحه غير ملعوب فيها. لاحظوا هنا كيفاش تجي قوام كريمي، وكي نزيدو نحطوا له البيض يعني يبقى شيء روحه، ويجي هذيك الشكل تاعو كريمي دائما. هذا اللي السر اللي يعطيها الشاشه للحلوه تاعنا. اذا هنا ضفت زوج تاع البيض، بيضه زوج بيضات كاملين، نخلط جيدا حتى دائما نحافظ على هذاك القوام الكريمي. كما كنت تلاحظوا دائما حافظت على القوام الكريمي هذاك. الان راح نضيف الفلون ذوق تاع الليمون، تحبوا تضيفوا لو زاست باش تجيكم حامضه بزاف بقى اختياري. نخلط جيدا حتى يذوب هذاك السكر تماما. اذا هنا بعد ما ذاب هذاك السكر تماما راح نجيب الفرينه. بسم الله، نضيف الكميه الاولى تاع الفرينه، نضيف معاها كميه تاع الخميره اللي هي ملعقه ما يعادل نص باكي تاع حلوى تاع الحلويات. هنا بقى لي نص باكي، اذا كنت درت به الحلوى
المره اللي فاتت، ونبدا نلم العجينه غير بشويه، نلمها فقط ما نعجنهاش. ضروري جدا انكم تحصلوا على عجينه تكون طريه بزاف باش ما تجيكمش يابسه وتجي حشيشه. تجي ما شاء الله الحلوه هذه، صدقوني جميع من ذاقها، جميع اللي قدمتها له سانسيرمون قال لك ما جامي كيت حلوه وعجبتني، عجبني ذوق تاعها كيما هذه، انه ذوق الحامض ما كاش اللي ما يحبش ذوق الحامض. اذا نبقى نضيف الفرينه غير بشويه حتى تحصل على القوام المطلوب. راح تدي لكم تقريبا واحد 700 غرام تاع الفرينه. اذا لما العجينه تاعنا تلقاو فيما بعد تبقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا راح نحصل على هاد العجينه تكون طيه، نشكلوها الى كرات صغيره. الوزن تاعهم تقريبا 25 حتى 30 غرام. انا هنايا راح نديرهم في المول تاع السيليكون باش ما يهبطوش ويشدوا هذاك القوام تاعهم. نشكلهم كامل ونرجع فيما بعد بقاو معنا. اذا هنا بعد ما شكلت الحلوه تاعي راح ندخلها لفرن ساخن 170 درجه لما تبرد تماما، نرجع فيما بعد بقاو معنا. بعد ما طابت الحلوه تاعي وخليتها تبرد تماما، الان راح ندير السر اللي راح نسكر به باش نسكر به نغبر به الحلوه، عفوا باسكو راح نغبرها. قلت لكم يتحب دير طليه تاع الشيكولا ولا دير طليه تاع السكر يبقى اختياري. اذا هنا عندي نص كاس غير ربع، يعني شويه زايد على نص كاس تاع السكر، ونص كاس تاع عصير الليمون بدون اضافيات. نخلط جيدا هاد المكونات حتى يذوب السكر تماما باش ما يتكرملناش كي نحطوه على النار. اذا هنا بعد ما نذوب السكر نحطه فوق نار تكون قليله، مده 5 دقائق حتى 8 دقائق حتى تشوفوا غلا بدا يحكم روحو، يعني ماشي يحكم روحو مليح مليح، يعني تشوفوا بلي السكر ذاب تماما، وكذلك ما بقاش هذاك العصير يبقى سائل الماء. اذا انا نحطو باش يغلي ويحكم روحو نرجع فيما بعد. اذا كيما راكم تلاحظوا الشربات تاعي هنا بعد ما بردت تماما، الحلوه تاعي هنا بعد ما طابت خليتها تبرد، الان راح نغطسها في السيرو نخليها تشرب شويه، من بعد نحطها في الكسكاس تقطر ونديرها مباشره في جفنه تكون غامقه شويه. شوف كيف طيب، طيب دوري طيب ما شاء الله. ونحط نفرش الكوش الاولى تاع السكر الناعم ونخلي شويه في المصفات باش نبدا نخدم. بسم الله هنا نبدا نسكر الحلوه تاعي، نحط نفرشها هنا هكذا. انا بلا ما تكسري راسك تقولي باللي لازم نرمدها ونقعد نكسر راسي معاها، بالعكس هي سهله. كاين بزاف اللي قالوا لي في الحلوه هذيك اللي درتها باللي السكر ما حبش يلصق، بالعكس السكر يلصق. انا شوفوا كيف ندير لها، ندير لها كميه لبس بها هكذا تاع السكر، ومن طرف ندير لها هكذا حتى تشرب، نغطسها مليح حتى تشرب. بعد كي تشرب واش نعمل لها؟ ندير لها سكر كلاصي من الفوق وراح تشرب وتاخذ البياض هذاك. اذا نكمل نخليها تشرب من بعد نتلاقاو فيما بعد بقاو معنا. اذا هنا كيما راكم تلاحظوا بعد ما شرب السكر الان راح نلصق هذاك السكر من الاجناب هكذا من طرف. لاحظوا ونبدا نمسح هذو الطرف هذو، هذا اللي راه يبان شويه ماشي لاصق مليح، هذاك من بعد كي تنشف راح يرجع لها هذاك البياض ما شاء الله هكذا. وكي نكمل نرش عليها شويه تاع السكر كلاصي هكذا من الفوق، نتحصل على هذا الشكل. شوفوا تجي مرمله تجي ما شاء الله. اذا نكمل كامل الكميه تاع الحلوه تاعي، نسكرها
انا رجعت فين بعد ابقاو معنا. اذا كيما راكم تلاحظوا الحلوه تاعي هنا بعد ما كملتها زينتها بهذا الوردات. نتمنى الوصفه تاع نهار اليوم تكون نالت الاعجاب تاعكم، ولا عجبتكم الوصفه ما تبخشوا علينا بجم، بارطاجوا الفيديو وشاركوا به الاصدقاء تاعكم. اقسم لكم حبه باش تشوفوا الشكل تاعها من الداخل، تجي بزاف هشيشه وتجي خفيفه. نتمنى تجربوها. اذا نجيب هنا السكين ونقسم الحلوه تاعي، شوفوا كيفاش تجي، تجي ما شاء الله عليك. تجي بزاف خفيفه وتجي تذوب في الفم. لاحظوا كيفاش راهي تبان ما شاء الله. اذا راح نتلاقاو في وصفات اخرى ان شاء الله. اترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.